انا تعبت من الوقفه يا عثمان، احنا مستنيين ايه؟ احنا مستنيين اتنين جامدين قوي، دول بقى اللي هيمولوا الحمله الاستكشافيه بتاعتك. تقدري تقولي عليهم كده الدراع اليمين والشمال لزاهر حواس؟ زاهر حواس؟ اه اسمه زاهر حواس يا جاهل. انا اسف، خلاص زاهر حواس. زاهر حواس سلطان جاهل. عثمان النهارده. عثمان عثمان. ايوه خواجه بهجت ست الاستاذه. خواجه بهجت استاذه داليا. معلش الاسم تاني كده مش واخد بالي. داليا عزت خبيره اثار. خواجه بهجت. خواجه منيره. خواجه ايوه انا كويسه الحمد لله. انت قايلين قوي كده ليه الجو حر؟ اصل هم يعني جايين من باريس، كانوا عندهم حمله استكشافيه هناك بيرمموا برج ايفل. برج ايفل؟ واو. احنا كنا بنرمرم هناك. انت عارفه بقى الرمرمه. لا بيرمموا برج ايفل يعني ترميم يا خواجه بهجت، ترميم. السباكه. انت عارفه بقى الفرنسيين الفينش عندهم وحش وكده، السباكه ضربت، الميه نشعت على السقف، طلبوا الخبره ولا ايه يا موني؟ بالظبط كده، طلبوا الخبره رحنا على طول. طب يلا بقى يا جماعه عشان ورانا شغل كتير نحقق يوم من اوله. يا ريت عشان ما نضيعش وقت. انا راجعت الخرايط وحددت مكان البرديه. نطلع الاوتيل نغير هدومنا ونتحرك على طول. اتفضلي اتفضلي ست الاستاذه. انت بقى بتزكت ما تمسكنيش خالص. انا بقول لك اهو. لو سمحت يا خواجه اديني مساحتي مش عارفه اتنفس. انت صدقتي زيك يا خواجات، احنا مصريين زيك بالظبط. اللي على يمينكم ده خواجات معهد ابو سمبل، بني في عام الفيل هو ومعبد فيله. ولماذا سمي معهد ابو سمبل بهذا الاسم؟ سمي معبد ابو سمبل بهذا الاسم لانه سمبل بسيط زي ما انتم شايفين. طب ومعهد ابو سمبل ده بقى بيدي بكالوريوس ولا دبلوم؟ بكالوريوس اربع سنين. اربع سنين. لا هم الفراعنه الله يرحمهم كانوا بيهتموا جدا بالتعليم. طب معلش انا اسف اسئلتي كتير. لا اتفضل يا فندم. هو اتبنى من كام سنه بالظبط؟ اتبنى يناير 1000 اولموست 7000 سنه. 7000 سنه؟ ياه اتبنى كتير قوي يا ارنوبي ما جيناش مصر. يا رب هشغل لك شغلانه من اغنيه مروشه. هتعمل ايه؟ شغلنا اغنيه مروشه. رخيص قوي الجو اللي انت عامله ده. فيها الاجانب بتتمسح وتقول لي عن وقت المروح، بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. قدرت احدد مكان المقبره. بتهزري؟ جنوب غرب معبد الكرنك تقريبا في النقطه دي، بس لسه محتاجه اجمع شويه معلومات اكتر عشان اوصل بالظبط لمكان مقبره الاله. لا ثانيه واحده، انت متاكده ان في اله اسمه هتحور؟ هتحور. هنتور. هتحور اله التطبيل عند قدماء المصريين. احمد موسى يعني نفس السلاله. اله هتحور كان معروف بنفاقه للفراعنه، حملات كتير من كل الدول استخدمت احدث التقنيات عشان توصل لمكان المقبره وما عرفتش. يعني كل دول العالم حاولت توصل واحنا اللي هنوصل بقى بالزمزميه دي. بالظبط بالظبط دي. كمل قدامكم نص ساعه تبقوا جاهزين. اوكي نص ساعه نلحق. اوف اوف هموت من الحر. بقينا لوحدنا. دبدوبي. أرنوبي. حبوبي. دوبي دوبي. بس أنا زعلان منك قوي ومقموصة. ليه يا حبيبي؟ حد يزعل من حبيبه في شهر العسل؟ شفت؟ قد انت قلت شهر العسل، انت مش وعدتني انك انت هتاخدني في الهاني مون ونروح باريس. يا سلام. احنا نلعب الماتش هنا والاعاده في باريس. ايوه الماتش الاولاني هنا على ارضنا وفي وسط جمهورنا عشان النتيجه تبقى مضمونه. لو بتقولوا كلام قبيح وقفوا عشان انا جيت. ايه اللي جاب الزفت ده؟ انا حاسس كده ان هي هتكمل حلوه يعني. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني يا بهدي؟ جابت معاكم.